إضافة معلومات الاتصال على حسابك الخاص انستغرام اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها للتعرف على هذه الطريقة على حسابك الخاص انستغرام سوف نأتي إلى الأسفل نقوم بالضغط على الصورة المستقرة في الأسفل ثم بعد ذلك سوف يقوم بأخذنا إلى نافذة ملفنا الشخصي في هذه النافذة على حسابك الخاص انستغرام سوف نأتي إلى الأعلى نقوم بالضغط على هذه العلامة في الأعلى ثم بعد ذلك سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل نأتي إلى الإعدادات نقوم بالضغط على الإعدادات وبعدها سوف نأتي إلى نافذة الإعدادات في هذه النافذة الخاصة هنا نأتي إلى الحساب نقوم بالضغط عليه ثم بعد ذلك نأتي إلى إعدادات المتصفح ثم نأتي إلى إضافة معلومات الاتصال هنا نقوم بالضغط عليها وهنا في هذه النافذة يعني سوف تقوم بملء معلومات الاتصال الخاص بك على حسابك الخاص انستغرام وهنا نكون قد انتهينا سوف اشترك والضغط على زر اللايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله